عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ كل عام وأنتم بخير، ويا رب دايما تبقوا في خير وسعادة وبعيدا عن أي ضرر وشر كورونا فيروس، وربنا يعدي الأزمة دي إن شاء الله على خير بإذن الله، ونتمنى ان الامور تعدي ان شاء الله على خير، وتبقى الفتره الجايه ان شاء الله يبقى فيها كده رش في ورك، يعني خاصه ان الناس الفتره الاخيره دي عايزين الشغل يتحرك، الامور تتحرك، الناس تبدا تنزل شغل، ولكن هنقول ايه؟ ربنا كريم ان شاء الله ويسر الامور باذن الله. الاول عايزين نعرف نفسنا، احنا شركه اي بي دي ام، احنا وكيل بريكس كاد وبريكس بيم في مصر. الوكاله دي احنا خدنا التوكيل من السنه اللي فاتت، و بدأنا نتحرك فعليا على انشار البريكس ونعتمده من شهر 9 اللي فات تقريبا. يعني السوفت وير جديد في مصر، وان كان هو مش جديد، يعني هو السوفت وير زي ما هنتكلم هو ليه تاريخ، وتاريخ طويل حوالي 20 سنة، ولكن هو ما انتشرش إلا في الفترة الأخيرة دي من خلال الوكيل بتاعه في الشرق الأوسط، وهو منتشر في الإمارات، في الخليج، في أوروبا وآسيا وأمريكا. والسوفت وير ده استحوذت عليه الشركة الكبيرة اللي اسمها هيكساجون، ونبقى ندي فكرة عنها إن شاء الله. إحنا شركة اي بي دي ام متخصصين في مجال البيم ستاندرد امبلمنتيشن، كاد ستاندرد امبلمنتيشن، وده من تاريخ احنا شغلنا في المجال ده، بالاضافه للتدريب. المقر بتاعنا في عباس العقاد، واحنا المقر الجديد من السنه فاتت خاص بالتدريب في عباس العقاد. متخصصين في البروجرامينج على الريفت، اوتوكاد، برامج الانجينيرنج عامه، بريكس كاد ده من فتره قبل ما ناخد توكيل البريكس كاد. احنا ده تخصصنا ومجالنا، ان احنا بنعمل سوفت وير ديفلوبمنت على البرامج دي، كاستم سوفت وير ديفلوبمنت للشركات، سواء شركات مقاولات او مكاتب هندسيه استشاريه وهكذا. وده مجال الشغل بتاعنا، ان احنا بنطبق البيم وبنعمل بروجرامينج عليه للشركات الطلبة. واحنا كمان الحمد لله بنعمل شغل على ال based on artificial intelligence. يعني طيب البريكس كاد، يعني عايز اقول ان دي طبعا الشركات او الهيستوري بتاعنا، الشركات اللي احنا عملنا لها وقدمنا لها خدمات. الاول عايز اقول حاجه، يعني انا يعني كنت ممكن افتح الابلكيشن وندخل على طول، بس يعني البرزنتيشن هنتكلم طبعا، مش هنتكلم عن البيم ميثودولوجي، ولكن احنا عايزين ننوه عن البيم تول، وطبعا هتبقى في المحاضره الثانيه. يعني احنا المحاضره دي هندي البيزكس بتاعه البريكس كاد، وخاصة ان الاوتوكاد يوزرز في خلال ساعة يقدر يكون شغال على بريكس وبينتج بيه. بس اللي عايز اقوله دلوقتي ايه؟ قبل ما نتكلم عن دول، هتكلم عن الانجينيرينج ديزاين سوفت وير. الانجينيرينج سوفت ويرز بتتقسم ل تو تايب او تو كاتيجوريز. عندي الديزاين سوفت وير اللي هي الراستر ايمجز والفيكتور. اوكي؟ الراستر ايمجز اللي هي زي الفوتوشوب والفوتو اديتور والبرامج الخاصه بالراستر ديزاين ايمجز، والبرامج الخاصه بالموفيز اللي بتتعامل مع الموفيز والبيكسلز والكلام ده. وفي عندي برامج تانية
او كاتيجوري تاني اللي هو الفيكتور بروجرام اللي احنا بنتعامل معاها زي متقسمه لتو تايبس الهوريزونتال والفيرتيكال. الهوريزونتال اللي هي البرامج اللي بتغطي اكتر من مجال او اكتر من تخصص. اوكي؟ زي البريكس كاد او الاوتوكاد او الجي ستار كاد او البرامج الخاصه بالاوتوكاد او البيرميتيف اوبجكتس اللي بتتعامل مع الاوبجكتس الاوليه. الاوليه اللي احنا بنتكلم خطوط، دوائر، منحنيات، تكست. بنبني رسمه والرسمه دي تمثل شيء فني، ولكن الرسمه it is not intelligent enough ان هي تكون عارفه هي نفسها ايه. تمام؟ ايه الكلام المحير ده؟ بمعنى ان انا لما بكون برسم عمود داخل البريكس كاد او الاوتوكاد اللي هو ريكتانجل وعليه هاتش، العمود ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجل وهاتش وممكن يبقى بلوك. طب هل البرنامج هو فاهم ان ده كولم؟ لا، ما يفهمش، ما يعرفش. دي بنسميها primitive objects او primitive elements اللي بتشتغل عليها الهوريزونتال بروجرام اللي هي بتغطي مجالات كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اقدر ارسم رسومات تمثل المعماري او تمثل الانشائي او تمثل الالكتروميكانيكال او تمثل شيء ميكانيكي زي السوليد وورك. برامج السوليد وورك مثلا تقطيع الشيتات وفرد الصاج والكلام ده، شيت الصاج يعني. طيب هل البرامج دي فاهمه هي بتنتج ايه؟ لا، هي رسومات بتعتمد على الرسومات الاولانيه، كانك انت واقف على الكترونيك دروينج او الكترونيك شيت بترسم عليها، لانها بتغطي مجالات كتير مختلفه. لكن نيجي للبرامج المتخصصه اللي هي الفيرتيكال بقى. الفيرتيكال بروجرام زي مثلا برامج المتخصصه في مجال العماره، الانشائي، الالكتروميكانيكال، الشغل الميكانيكال، اوكي، شغل الجي اي اس، سيفل. في برامج متخصصه لكل المجالات دي. يعني البرنامج زي البريكس بيم، بريكس كاد بيم، الريفت، الاركي كاد، وغيرها من البرامج اللي بتخدم مجال الانشاءات فهي فيرتيكال. فيرتيكال يعني ايه؟ يعني انا باخد موديول المعماري واشتغل عليه وانتج اركيتكتشر اليمنت. اركيتكتشر اليمنت اقدر ارسم سلم احط عليه انفورميشن، اقدر ارسم سلاب، اقدر ارسم فلور باللايرز بتاعتها، اقدر ارسم حيطه بالكومباوند، كومباوند وول باللايرز بتاعتها. فاقدر ارسم شيء او اليمنت يخص التخصص ده. اوكي؟ فدي البرامج اللي احنا بنتكلم عليها. نيجي بقى للفيرتيكال بروجرام زي البريكس كاد بيم، الاركتكشر والستركشر والميكانيكال، البريكس كاد ميكانيكال وده زي السوليد وورك بالظبط. عندي الاركي كاد والتكلا، الريفيت ستركشر اركتكشر اند الكتروميكانيكال. اوكي؟ البرامج دي بتعتمد، الهوريزونتال بتعتمد على الدي دبليو جي. اوكي؟ لكن لو جينا للفيرتيكال بروجرام الموضوع بيختلف شويه. ايه الدي دبليو جي؟ الفورمات بتاعت السوفت وير، اللي هي الفايل فورمات اللي السوفت وير بينتجه او بيشتغل عليه. طيب الدي دبليو جي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الدروينج فورمات او الاستراكشر بتاع الفايل البرامج الهوريزونتال بيشتغل عليه. وكان من الصعوبه بمكان زمان اول ما بدانا رحله البيم، واحنا بدانا رحله البيم من 2006، كنا بنحاول في شركه من شركات المالتي ناشونال في الشرق الاوسط، ونقلناها من انها تشتغل من الاوتوكاد للبيم.
وكان الحقيقة كنا من فترة كبيرة لما كنت متعين في الشركة دي، احنا كنا من ضمن فريق التطوير وكنت الكاد مانجر، وبدأنا نبدأ رحلة البيم انا والفريق اللي كان موجود في جدة وفي القاهرة. كنا بدأنا بالأوتوديسك أوتوكاد أركتكتشر وأوتوكاد ستراكشر، أو الأوتوكاد أركتكتشر والميكانيكال. والحقيقة هو مودلر، هو فيه الإليمنتس بتاعت الفيرتيكال ديبارتمنت، بمعنى عندنا معماري وعندنا الإنشائي، وتقدر تكستم إليمنتس زي ما أنت عايز قبل الريفت ما ياخد يظهر بقوة يعني. وبعد كده بدأنا ونقلنا على الريفت. الاركيكاد او الاوتوكاد اركتكتشر كان ما يعيبه ان هو اتز نوت انتليجنت، هو كان مبني على الدي دبليو جي، وسهولته ان هو مبني على الدي دبليو جي، بمعنى ان احنا الاوتوكاد يوزر هنعرفه ازاي يتعامل مع ال2 دي ال3 دي سوري، لان هو اوريدي عنده خبرات ال2 دي، فاحنا هنغير فكره في انه يتعامل مع ال3 دي وننقله للبيم. ولكن السوفت وير ات از نوت ا بيم تول. بيم تول بمعنى انك انت السوفت وير ده يكون انتليجنت، يكون معتمد على التشينج انجن، انت تقدر تغير في مكان والتغيير ده يتعدل في باقي الشيتس او الفيوز او غيره من الامام. طبعا ما يعتبرش بيم سوفت وير. فكان التحدي قدام شركة بريكس انها تعتمد على نواة او كور يعتمد على الارتفيشال انتليجنس، ودي قوة السوفت وير وسهولته الحقيقة، وفي نفس الوقت تحافظ على التركيبة بتاعت دي دبليو جي فايل. اوكي، فنرجع للدي دبليو جي فايل ونقول بقى الهيستوري بتاعي. انا عندي كل دي زي ما احنا شايفين فورمات لبرامج كتير مختلفة. اوكي، الدي دبليو جي والدي اكس اف والدي جي ان والار في تي والار اف اي والاي اف سي، كل دي فورمات فورمات فايلز بتشتغل عليها برامج كتير مختلفة. اوكي، خلينا نتكلم عن الدي دبليو جي. والدي دبليو جي الهيستوري بتاعه هو من الحقيقه من السبعينات، وبدا ينتشر في الثمانينات، واشتريته اوتو ديسك او اشتريت حق الدي دبليو جي اوتو ديسك. وزي ما احنا شايفين هنا ان ده الدي دبليو جي هو برضو الاوتوكاد بريكس كاد وانتليكاد وغيره من البرامج الخاصه بالديزاين. وعايز اقول ان في هيئه، الهيئه دي مسؤوله عن تطوير، وطبعا مشترك فيها الشركات الكبيره، عن تطوير الدي دبليو جي ستراكشر وعن تطوير السوفت ويرز اللي مسؤوله عن انتاج الشركات المسؤوله عن انتاج الديزاين سوفت ويرز. اوكي، فالاوبن ديزاين اليانس اوكي تعتبر نون بروفيت اورجانيزيشن. ماشي، دي بتعمل ايه بقى؟ ده معناه ايه؟ اللي عايز اوصله لكم ان الدي دبليو جي ليس احتكار لشركه معينه. كل الشركات اللي ملتزمه ومشتركه في الاوبن زاين الينز هي مسؤوله عن انها تطور الدي دبليو جي فايل. اوكي؟ يبقى ما ينفعش نقول اصل الدي دبليو جي ده بتاع اوتو ديسك، اصل الدي دبليو جي ده بتاع جي ستار كاد، لا. الكلام ده مش صحيح. ولكن اللي عايزين نقوله هي اوتو ديسك لما من قديم الازل لو جاز التعبير يعني، وعملت حاجه اسمها خاصه الترو دي دبليو جي، وده انت لو عايز زي الاوبن الينز ديزاين برضو عملوا اس دي كي خاصه بيهم هم. والاوبن زاين الينز ليها اس دي كي، اللي هي ايه؟ اللي هي الديفلوبمنت كيت، اللي انت لو شركه سوفت وير
او مطور تقدر تستخدم الاس دي كي وتنتج ابلكيشن يتعامل مع الدروينجز ويشتغل على الدي دبليو جي فايل ويفتح الدي دبليو جي فايل ويستعرض الدروينجز اللي فيها وتقدر تعمل كرييت لاوامر يعني تقدر تعمل ابلكيشن بيشتغل على الاس دي كي الاستراكشر اللي هو اللي بنسميه مجازا اي بي اي او اوتوكاد او بريكس كاد اي بي اي اوكي اللي هو الابلكيشن بروجرامينج انترفيس بس ما بتعتمدش على سوفت وير معين اوكي بتعتمد على ايه بتعتمد على الاس دي كي اللي انت بتاخدها منهم وتشتغل عليها اوكي بتعتمد على الاس دي كي وتشتغل عليها بمعنى انت على الفيجوال ستوديو تقدر تعمل امبورت للديناميك لايبرز او دي ال ال فايلز وتكرييت ابلكيشن ياكسس الدي دبليو جي فايل وياكسس الداتابيز بتاعت الدي دبليو جي فايل ويشتغل عليها يعني تقدر تعمل سوفت وير يتعامل مع الدروينج بتاعت الدي دبليو جي سواء 2 دي او 3 دي اه تقدر تعملها اوكي والناس اللي بتشتغل اي بي اي فاهمه بالظبط انا بتكلم في ايه وان شاء الله نحاول نفرد مع مهندس عمر يكون برضو برزنتيشن متخصص عن الاي بي اي واهميته اوكي هيكون عن الاي بي اي واهميته سواء بقى في الاوتوكاد سواء البريكس كاد سواء الريفيت البرامج المتخصصه في الانجينيرنج واهميتها واهميه الاي بي اي ايه هي فاللي عايز اوصله لكم ان الدي دبليو جي فايل هو فورمات بيتم تطويره من الشركات ومن خلال النون بروفيت اورجانيزيشن وعلى راي مهندس عمر بيقول ان النون بروفيت اورجانيزيشن تعرف ان هم بما انها شركه غير هادفه للربح هم بيكسبوا كتير قوي ودي حقيقه فعلا اوكي زي بيلدينج سمارت كده البيلدينج سمارت عايز اقرب لكم الصوره يعني الاوبن ديزاين الينز دي زي البيلدينج سمارت الاي اف سي الاي اف سي فورمات هي انترناشونال فورمات اوكي زي الاوبن بيم وبالتالي كل الشركات لازم تلتزم بالتركيبه الخاصه بالاي اف سي علشان تركيبه الفايل علشان انتاج الفايل الدي الاي اف سي سواء انت شغال باركي كاد او بريكس كاد او ريفيت لازم عشان الانتروبابيليتي والانترتشينج بتوين الاذر سوفت ويرز اللي بتخدم البيم يبقى بالتالي ما ينفعش شركه من الشركات تقول يا جماعه انا اهو انا بعمل سوفت وير ويشتروا مني السوفت وير ويقعد لحاله على جنب كده في الركن وقاعد شغال الناس بتوعه شغالين مع نفسه ومفيش تواصل ولا تفاعل مع بقيه الايه الشركات يبقى دي في عزله لوحدها محدش هيشتري السوفت وير ده طب ايه الحل طيب انا كشركه بانتك سوفت وير السوفت وير ده بشتغل على فورمات معينه فايل زي الار في تي زي الدي دبليو جي زي الاركي كاد الدي جي ان وغيره بس انا عشان يبقى فيه شو تواصل او تكامل مع بقيه السوفت ويرز الناس بتلتزم خاصه في البيم ب الاندستري فاونديشن كلاس بمعنى انت راجل معماري عندك شغال بسوفت وير ما ولكن الانشائي شغال بتكلا مثلا طيب انت هتديله الفايل بتاعك يشتغل عليه دي دبليو جي تكلا ممكن يفتح دي دبليو جي بس هتبعت له بيم عليه انفورميشن لا يبقى طلعه اي اف سي اوكي ممكن تكون شغال بسوفت ويرز بسوفت وير معين زي الاركي كاد وتصدر الملف بتاعك اي اف سي هو ياخد الاركتكتشر موديل ده ويعمل له امبورت جوه التكله او جوه البرنامج اللي شغال عليه ايا كان ويقدر يشوف الموديل ويبني الاستاتيكال سيستم بتاعه او يكون شغال بيعمل شغل الكتروميكانيكال وهكذا طيب الكلام ده معناه ايه معنى الدي دبليو جي اللي احنا قلناه هنا في السلايد دي
ومعنى الاي اف سي ده اوبن بيم، والدي دبليو جي اي برنامج من البرامج الحاليه بيتعامل مع الدي دبليو جي، سواء تعمل له امبورت او سواء انك تقدر تفتح الدي دبليو جي دايركت. اوكي طيب، ده اللي احنا اتكلمنا عنه، التعريف بالسوفت وير، وده البدايه اللي احنا عايزين نوصل ليها ان شاء الله، اللي هي ايه؟ اللي هي ان الفورمات الاساسيه والمعروفه زي الاي اف سي وزي الدي دبليو تي والدي دبليو جي ليست احتكار من شركه معينه. اوكي طيب، البريكس كاد في الاول عشان نتعرف على البريكس كاد، الشركه لو قلنا about هي عنوانها بريكسس، وهي شركة تقدر تقول 20 سنة، هي بريكسس فاوندد 2002، هي شركة مش قديمة وكانت بتعتمد على الاوتوكاد، سوري اسف، الدي دبليو جي او الكاد بما انها كاد سوفت وير، وبالتالي هي شغالة ومنافس لبرنامج الأوتوكاد بقوة من 2002. أول ما بدأ معاها بريكسس 24/7 هي كلاود، وتقدر تتعامل مع البريكس 24/7 من خلال الويب سايت من 2004، يعني كلام قديم، من يعني داخلين في 20 سنة أو 18 سنة. أوكي ده تم تطويره بعد كده فيرجن 1 ريليزد 2005، وبعد كده انتجوا في 2007 الاي بي اي اللي هو البريكس الاي بي اي، بمعنى انت تقدر تعمل ابلكيشن او على او كاستم ابلكيشن على السوفت وير نفسه. اوكي بقوه، والحقيقه بدا تطوير السوفت وير اوكي، وفي 2010 بقى يشتغل على لينكس قبل اوتو ديسك، والبارامتريك سوليد موديلنج. هو مش معنى كده في 2010 انتجوا ال 3 دي، لا، هم انتجوا البارامتريك سوليد، بمعنى بارامتريك سوليد بمعنى انت تقدر تغير في بارامترز، يعني بمعنى ان الموديل ال 3 دي يبقى انتليجنت، ونتيجه تغيرات معينه تقدر تغير في الابعاد وفي الدايمنشنز، زي ما هنشوف في البيم ان شاء الله. اوكي وبدأ الامور تنتشر بقوه، طبعا في 2012 دخلوه على الدوت نت فريم ورك الاي بي اي، يعني تقدر بالسي شارب او بالفيجوال بيزك دوت نت، من خلال دوت نت فريم ورك تقدر تعمل بروجرامينج عليه، وبالتالي فضل تطوير السوفت وير. اوكي ولغايه لما وصلنا لمرحله من الانتليجنس على السوفت وير، في 2018 تم استحواذ هيكسجون، وهي شركة كبيرة، لو اتكلمنا وجاز تعبير على هيكسجون، شركة أمريكية اهي، جيو سبيشال طبعا، دي شركة استحوذت واشترت السوفت وير بمبالغ كبيرة يعني طبعا، وبدأوا يهتموا جدا جدا على مستوى العالم بي، يعني هو البرنامج منتشر في أوروبا وفي آسيا، بدأ ينتشر في الثلاث سنين اللي فاتوا في أمريكا بشكل كبير. أوكي طبعا عايزين يلموا اللي صرفوه، فالحقيقة ده الواضح في الهيستوري بتاع السوفت وير. طيب السوفت وير ده اول ما بتفتح، اولا عشان تعمل داونلود، سوري هندخل على الداونلود وتعرف البرودكتس بتاعتنا. البريكس كاد، هو عندي البريكس كاد اللي هو تقدر تقول عليه الاوتوكاد وبكل ما فيه، بنفس اليوزر انترفيس، بنفس التركيبه، بنفس الاستراكشر على الدي دبليو جي فايل وامكانياته 2 دي او 3 دي، وبعدين البريكس بيم، وده البيلدنج انفورميشن موديل،
والميكانيكال ده زي السوليد وورك والكوميونيكيتور اوكي. وبعدين 24/7 ده الكلاود زي ال 360 كده في اوتو ديسك. البريكس شيب ده فور فري وده سكتش اب بكل ما فيه. تقدر تعمل ابلكيشن تعمل موديل سريع ريندرد وتعرضه للكلاينت بتاعك زي الايه. والثيرد بارتي ابلكيشن دي عباره عن شركات بتشتغل بتنتج سوفت وير بيشتغل على البريكس زي ما هنشوف. اوكي طيب طيب السوفت وير اول ما بتفتحه وتعمل داونلود ليه، على فكره السوفت وير خفيف جدا. الالتيميت فيرجن منه بتتكلم في 400 ميجا بس. لذلك انت لما تعمل سوفت وير او لما تدخل على الريجو تعمل داونلود للسوفت وير وتعمل سيت اب للسوفت وير، السوفت وير ده خفيف جدا بمعنى انك لما تنقل على البيم حتى البريكس بيم انت مش محتاج انك تغير في الهاردوير بتاعك لان هو لا يستحوذ على الهاردوير زي برامج كتير تانية، وهو خفيف جدا على الهاردوير. يعني معنى كده انت بتوفر في انك انت تصرف على الهاردوير نفسه. اوكي بتعمل تعرف بس بتعمل اكاونت تدخل على البرنامج تعمل داونلود للفيرجن واحنا بيجينا ايميل بالبيانات بتاعتك وبنبدا نتواصل معاك لو قابلتك مشكله ولا حاجه. طب السوفت وير ده نقدر نديه فور فري؟ نقدر نطلعه فور فري. دي طبعا شركه هيكسجون وشركه من الشركات الكبيره في مجال الساتلايت ومجال الجي اي اس والليزر سكانرز والكلام ده. وطبعا لما لقيت ان البرنامج كيرف بتاعه بيعلى جدا استحوذوا عليه واشتروه. اوكي طيب البرنامج بنديه فور فري لطلبه الجامعات، طلبه هندسه بالاي دي بتاعها بياخد الفول فيرجن فور فري تماما فتره الدراسه بتاعته بياخد سيريال كل سنه. الاكاديميك بياخدوا السوفت وير ده فور فري اللي هم مدرسين اساتذه الجامعات وغيرهم اساتذه الجامعات طبعا دول يعتبروا في مجال التدريس وبالتالي بياخدوا السوفت وير فور فري. والاديوكيشنال فيرجن مش زي اوتوديسك بيظهر البانر اللي هو في الشيت بانك انت ده سوفت وير educational version او الرسمه دي produced through educational version. لا الكلام ده مش موجود. اوكي الفيرجنز اللي موجوده عندنا الكلاسيك البروفيشنال البلاتينوم البيم الميكانيكال. لما بتعمل داونلود للنسخه بينزل عندك كل دول لمده 30 يوم. اوكي طيب انت عملت سيت اب ونزلت البرنامج بتاعك اوكي واول ما بينزل دي الايكون بتاعته، بس دي الايكون دي كاستمايزد وضايفين عليها عاملين عليها برامج كانت خاصه بمكتب دكتور احمد عبد الوارث. طيب انت اول ما بتشتغل بيظهر عندك الانترفيس ده بيقول لك انت عايز تبدا بالبريكس شيب وده فور فري حتى لو ال 30 يوم انتهوا ودول قفلوا معاك البريكس شيب شغال معاك تقدر تنتج موديل او تعمل كرييت لموديل باللايبريز بتاعته زي السكتش اب بالظبط. اوكي وده فور فري. عندي الدرافتنج دي عباره عن الموديولز الخاصه بالابلكيشن ازاي. ده الدرافتنج ده اللي هو الكاد ده ال 3 دي كاد ده الميكانيكال زي السوليد وورك وده البيم. طب هل انا اقدر اعمل سويتشنج بتوين الموديولز دول او اللي يعتبر تغيير في اليوزر انترفيس؟ من خلال البريكس تقدر تدخل وتغير الكلام ده. انا هبدا بالدرافتنج
اوكي، ونبدا نسترسل بقى شويه في البرنامج واليوزر انترفيس والفروق اللي بينه وبين الكاد، وازاي تكستمايز السوفت وير ده، ازاي تضيف منيو خاصه بيك انت، تتعرف على الابلكيشن بكل ما فيه وقوته كبرنامج رسم منافس للاوتوكاد والاوتوديسك. في حد كان رافع كان عايز يسأل سؤال؟ في حد ليه اي سؤال يا شباب قبل ما ندخل في السوفت وير نفسه ونشرح السوفت وير؟ حد ليه اي سؤال؟ اتفضلي باشمهندسة هدى. ماشي اتفضلي. اللي عايز يسأل سؤال يبعت سؤاله يا جماعه قبل ما نبدأ بقى في الابلكيشن. هي ناس تريز هير هاند وما بتستخبى ليه تاني؟ طيب نبدأ. طيب اوكي. ده اليوزر انترفيس او الديفولت انستليشن لما بتفتح البرنامج اول مره. طبعا الريسنت سكرين دي ما بقاش فيها دي طبعا الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها. اوكي. طيب اول حاجه الجيت ستارتد، والجيت ستارتد دي مهمه جدا. اول ما تبدا لازم تحدد اليونتس اللي انت شغال عليها. انت ممكن تحددها من الاوبشن جوه، ولكن ده التمبلت اللي تقدر من خلاله تحدد نوعيه التمبلت بتاعك. هل تشتغل على الفورمات اليونتس سنتيمتر ولا امبيريال، بالانش ولا بالمتر ولا بالمليمتر. اوكي، وتقدر تختار الايه اللي انت عايزه. طيب الكلام ده عشان انا ظهر لي ده علشان انا فاتح ايه؟ فاتح الدرافت. طب لو فاتح البيم هيبدا يفتح لي البيم. طب الموديل اللي هعمله بيم سنتيمتر ولا امبيريال ولا متر ولا مليمتر. اوكي، ولا الميكانيكال، الجزء الخاص بالميكانيكال، ولا الشيب البريكس شيب، وهكذا. طيب انا الديفولت عندي مليمتر. هنا لو هفتح دروينج انا كنت شغال عليه من مشروع، ودي البرامج او سوري الملفات اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده. طيب ليرن بقى، ليرن دي بتدي لك سامبل، ده بتعمله داونلود، تكون كونكتد مع انترنت، تقدر تعمل داونلود للمودلز دي او السامبلز دي. ده خاص بالبيم، ده خاص بال زي ما احنا شايفين الجزء الميكانيكال زي سوليد وورك درايف اسمبلي. اوكي، هنا دي توتوريالز، تقدر تدخل على التوتوريال من هنا وتتفرج على التوتوريالز اللي بيتيحها لك البرنامج. نيجي بقى للثيرد بارتي ابلكيشن. الثيرد بارتي ابلكيشن هي الابلكيشن اللي بتنزل على السوفت وير بلجنز اضافيه، بتدي لك امكانيات واسعه جدا 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 لاستخدام البرنامج نفسه على الدي دبليو جي فايل. يعني خلي بالك انت لما بتشتغل وبتنتج بيم موديل، ريل بيم موديل، بتطلعه بتنتجه على دي دبليو جي فايل. يعني الميزه والقوه في السوفت وير ده ان خبراتك على الاوتوكاد طول فترتك في شغلك السنين اللي فاتت دي كلها لا تهمل. كانت مشكلتنا الاساسيه واحنا بننقل الفكر، يعني بتنقل الناس من الاوتوكاد للريفت، انك بتنقله بتفصله من سوفت وير لسوفت وير تاني، من بلاتفورم لبلاتفورم تانيه. انا كان هدك عليا ان انا انقل الاول الاوتوكاد يوزرز من البلاتفورم للبلاتفورم المختلفه تماما اللي هي الريفت بفكره. يعني احنا خبره بقالنا سنين، من 2006 بدأنا الكلام ده، وبدأنا في الريفت بقوة،
ولما بدأنا ندرس الكلام ده لليوزرز، بقت اليوزر واخده معاها عباءه الاوتوكاد اوكي، وعباءه ال2 دي كمان مش ال3 دي بس. فكان في على عاتقي مهمه ان انا نقلت الشباب من ال2 دي لل3 دي اوتوكاد، وخليتهم يعملوا موديل اوتوكاد 3 دي للاستراكشر اوتوكاد 3 دي، ويبدا يعمل نافيجيشن على الموديل بتاعه جوه الاوتوكاد عشان يتعلم ازاي نافيجيت جوه ال 3 دي موديل. وطبعا دي انت بتنقله من فكره 2 دي لل 3 دي، ده فكر تاني خالص. غير كمان فكر ان انت هتنقله من ال 2 دي اوتوكاد لل 3 دي ريفت، ودي كانت مشكله كبيره جدا. انت بتنقل ثقافه واحد شغال بقاله سنين. طيب الشباب الصغير دلوقتي لا سهل نتعلم، بس الشباب مشكلته مشكله تانية، ان هو في ناس كتير مطلعه كدبه ان الاوتوكاد هينتهي. الاوتوكاد طبعا الاوتوكاد ينتهي او ما ينتهيش دي ترجع لاوتوديسك، لكن احنا من خبرتي في المجال من حوالي يعني 20 سنه كنت بدرس الاوتوكاد ده من في كليه هندسه جامعه القاهره من 2000 سنه 2000 واحنا طلبه لسه. فعايز اقول ان الاوتوكاد او البريكس كاد او الجي ستار كاد او البرامج اللي بتشتغل على الكاد في رايي مش هتقع ومش هتنتهي. ليه؟ والمثال واضح جدا، البريكس كاد هو برنامج بيم على الدي دبليو جي فايل بنفس الفكر بتاع ايه؟ بتاع البيم، وفي نفس الوقت انت بتنتج على الدي دبليو جي فايل، مش هيموت. اوكي؟ طيب ايه اللي احنا بقى جبناه هنا في الفيتشر ثيرد بارتي ابلكيشنز دي؟ عندي مثلا اي اكس 3000، ده برنامج قوي جدا جدا في الالكتروميكانيكال، برنامج معروف جدا في اوروبا وبيستخدموه بشكل كبير في الكالكوليشن والديزاين بتاع الالكتروميكانيكال زي الاتش فاك. اوكي؟ وبقى لهم 30 سنه از ليدنج اكسبيرينس ان ذا فيلد اوف تكنيكال بيلدينج. اوكي؟ فمعلش دي ضربيه الورك فروم هوم، طبعا ممكن تلاقي في حاجه غريبه داخله عليك. خش جوه اتفضل. باي باي يا بابا. باي باي يا محمد. سوري يا جماعه. ف البرنامج ده بيشتغل بينزل على الكاد بروجرام بالتولز بتاعته، وتقدر تشتغل عليه على نفس البلاتفورم اللي انت شغال، يعني الموديل اللي انت بتبنيه تقدر تعمل كالكوليشن للسبيسز سواء الهيتنج او الكولينج الاير فلو، ديزاين متكامل على مش اتش فاك بس، الاتش فاك والالكتريكال والبلامينج والفاير فايتنج. طب الراينو والجراس هوبر، طبعا كلنا عارفين الراينو والجراس هوبر، وهو كومباتبل مع البريكس كاد بيم، وتقدر من الجراس هوبر تعمل ابلكيشن جرافيكال بروجرامينج زيه زي الداينو بالظبط. اوكي؟ وهنتكلم عن اهميته بس في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. بس ندي فكره ونكسر الرهبه او نعرف الناس بايه هو البريكس كاد. الانسكيب ده برنامج تعريل تايم ريندر بلجن، بتقدر تعمل ريندر للموديل، تقدر تعمل انيميشن جوه الموديل، برنامج خفيف جدا وسهل في التعامل. اوكي؟ طيب دي البرامج، وفي برامج كتير جدا مختلفه على الايه السوفت وير ده. طيب نرجع للهوم، انا هفتح نيو دروينج، مش هفتح حاجه موجوده دلوقتي، هفتح نيو دروينج، فايل جديد فاضي. اوكي؟ الناس اللي شغاله اوتوكاد هل شايفه فرق بينه وبين الاوتوكاد؟ يعني ده لاين مثلا، افتح كده لاين مالتي لاين ري كونستراكشن لاين، البانلز اوكي، تابز هوم انسرت انوتيت بارامتريك، والبارامتريك دي حاجه الحقيقه يعني رائعه. الفيو مانج اوكي، اوتبوت تول باك، دي اد اونز بتنزل على الاوتوكاد، واقول لكم على اهميتها وهي رائعه الحقيقه. طيب الهوم دي
هل انتوا شايفين في فرق بينها وبين الاوتوكاد؟ مفيش. بمعنى انك انت لو اوتوكاد يوزر هتفتح البرنامج ده وتشتغل عليه. ازاي؟ ادي عندي الكوماند لاين، ادي الموديل اريا، ادي اللاي اوت التابز، اوكي، ودي الموديل اريا. اشتغل اوتوكاد، اشتغل اوتوكاد لاين اهو، ادي اللاين، سكيب والسبيس بار زيه زي الاوتوكاد تماما، ريز اي وانتر. طب معنى كده ان الاختصارات دي، هل انا اقدر اجيب الاختصارات بتاعتي من الاوتوكاد واشتغل عليها؟ تقدر. طب هل اقدر اجيب الاثبات بتاعتي من على الاوتوكاد واشتغل عليها بدون تعديل؟ برضه تقدر. يعني تقدر تعمل، تجيب الاختصارات بتاعتك وتقدر تعمل الاختصارات بتاعتك على البرنامج زي ما انت عايز، زي ما هنشوف دلوقتي. طب انا عندي ستاندرد، عندي المنيوز بتاعتي، عندي اللايبريز بتاعتي، كمية البلوكات اللي احنا شغالين عليها، ستاندرد كاد ستاندرد متكامل. اقدر اموف على البريكس؟ تقدر تموف على البريكس in one day، مفيش اي مشكلة فيه خالص. طب هل انا لما اعمل سيت اب للابليكيشن ده، هل انا محتاج اني اغير او اعمل ابجريد للهاردوير؟ طبعا لا. البرنامج ده الميزة اللي فيه انه خفيف جدا على الرام. يعني لو جيت بصيت كده التاسك مانجر، بصيت على البرفورمانس، رحت على البريكس كاد، بياخد 226 من الرام ميجا. طب وفي الموديل؟ في الموديل خفيف جدا، بيتعامل مع الهاردوير بشكل سموث، انت مش محتاج تأبجريد الهاردوير بتاعك، وده تكلفة، ودي يسأل عنها الكاد مانجرز والبيم مانجرز، لان دي من ضمن الديوتيز الخاصة بالابجريد للاجهزة. لان لما بتنزل سوفت وير، قبل ما بتاخد قرار الابجريد، انت لازم الاول بيبقى، وطبعا لازم من قبلها يكون ليك علاقة بالديسيشن ميكرز، لان انت مسؤول مسؤولية كاملة عن الورك فلو او البروجكت ورك فلو برودكشن، اوكي، على الستاف اللي شغال كهاردوير وسوفت وير. وبالتالي من يعني احنا عندنا في البيم كورسز اللي بنديها، او البيم مانجرز كورسز اللي بنديها، في جانب مهم جدا بنعرفه وبندرسه للناس، جانب اي تي. اليوزر يبقى فاهم تركيبه الهاردوير ايه هي، يبقى فاهم والعلاقه الهاردوير وانواعه وايه وعلاقه الابلكيشنز بالهاردوير، بالرامات، بالهارد ديسك، والسرعات النقل الداتا ما بين المذر بورد والبروسيسور والرامات وغيره وغيره وغيره. بالاضافه لازم يبقى فاهم نتوركينج، فاهم يعني ايه ويندوز سيرفر، فاهم يعني ايه جروب بوليسي، فاهم يعني ايه دومين، فاهم، لازم يبقى فاهم نتورك كويس، لان ده جانب مهم من التاسك بتاعه. فطبعا بما انه بيم مانجر او كاد مانجر، لما بيجي يعمل ابجريد للسوفت وير، فيرجن عنده هينزل فيرجن 2021 مثلا، فانا قبل ما انزله انا مش هفرح ان انا يلا يا جماعه هنزل النسخه الجديده من السوفت وير اللي احنا شغالين عليه، وهوب نزل السوفت وير الجديد، قفش في الرام، مسك في الرامات، مسك في الـ في الـ في الـ بقى تقيل على الاجهزه، لقيت انت دخلت نفسك بدل ما كنت أداة وكي انك انت تسهل الشغل وتسهل عملية البرودكشن، لا ده بالعكس انت بقيت عقب، لا الكلام ده مش مقبول. فطبعا مهم ان انت تكون اوير بالسوفت ويرز، واوير بالسوفت وير دي بتستهلك قد ايه من الهاردوير. طيب الابليكيشن بتاعنا هتعمل ابجريد؟ لا انت مش محتاج، لانه يعني خفيف جدا. طيب نيجي بقى نتمشى على الاوامر الاساسيه. طب البولي لاين، ارك لاين زي
اوتوكاد بالظبط. طب ريز ريز ريكتانجل ريكتانجل اوكي سيركل سي اي ونفس الاوبشنز اللي موجوده للسيركل اوكي. طيب هل انا بص ملاحظين دي 300 تقدر تتحكم في الاليمنتس اللي هي اهو 200 ادي 400 وطبعا اللي بتختاره الاول هو اللي بيتحرك اوكي. طيب دي الاوامر الاساسيه. طيب نيجي بقى للباليت اللي موجوده عندي هنا. دي الباليت الخاصه بالبروبرتي طبعا. هنا دي التيبس والهلب على البريكس. دي البروبرتي اوكي باليت يعني ادي لاين تمسك اللاين البروبرتي الاساسيه بتاعت الكاد مش اي تغيير فيها. اللايرز ادي اللايرز الباليت بتاعت اللاير مفيش اي تغيير خالص يا جماعه. لما تشوفوا البرنامج عشان كده بقول ان اللي شغال كاد يقدر يشتغل على البرنامج ده في ساعه زمن ويكون بينتج عليه. دي الباليت الخاصه بالاتاتش اللي هو تعمل اتاتش اكس ريف اكسترنال ريفرنس سواء دي دبليو جي او ايمج او بي دي اف او غيره او من على الكلاود اوكي. طيب ده الشيت سيت. والناس اللي ما تعرفش الشيت سيت هي الدوكيمنت مانجمنت. اقدر اعمل جينيريت للدوكيمنتس زي ال انتاج اللوح في البيم وفي زي الاركيكاد وزي الريفت سواء لل2 دي او ال3 دي اوكي. كل دي البروبرتي الخاصه بالانتيتي. دي مش هتلاقوها في الاوتوكاد. ده معنى ايه؟ ده بيوري لك الاستراكشر بتاع الاليمنت وده مهم جدا بقى في البيم. يعني مثلا انا هنا الاستراكشر بتاع الاليمنت اللي انا بنيته اوكي ده لاين بيجيب لك الهاندل بتاعه بيقول لك الاستراكشر بتاعه ده ايه. طيب انا هعمل ريكتانجل لاحظ معايا اوكي اهو تحت كاتيجوري مين انتيتيز تحت كاتيجوري انتيتيز اوكي ده بولي لاين واخد الهاندل والهاندل ده هو اسم الاليمنت اوكي اسم الاليمنت نفسه اللي تقدر تمسك الاليمنت منه من خلال بروجرامينج او هنا ده بنسميه الهاندل او العنوان او الاسم بتاع الايه الاليمنت نفسه. طب لو انا جيت عملت دايره برضو الدايره اتضافت معايا وهكذا. دي الاليمنت الخاصه بالشغل اللي احنا عاملينه دلوقتي او الاليمنتس اللي احنا شغالين بيها اوكي. طيب البرنامج ده ازاي انا اسيف البرنامج؟ لو عملت سيف اسيف الملف اللي انا شغال عليه ايه هي الفورمات اللي بيتعامل معاه؟ لو جيت عملت كده فتحت الفورمات هتبص تلاقي ايه الاساسي دي دبليو جي بتاعي فيرجن 2018 اوكي بيخرج دي اكس اف سيف اس دي اكس اف والفيرجنز المختلفه بتاعته اوكي. والدي اكس اف للناس اللي مش عارفه طبعا يعني ناس كتير عارفه دي اكس اف ولكن اللي هو اكستشينج فورمات دروينج اكستشينج فورمات هو نقرب الصوره لذهنهم هو زي الاي اف سي. الدي اكس اف هو عباره عن فايل اوكي الفايل ده الفورمات بتاعته تكست فايل وليست باينري فايل. يعني لما بنتكلم على الدي دبليو جي نفسه الدي دبليو جي هو باينري فايل لكن الدي اكس اف ده تكست فايل بيحتوي على الرسومات اوكي. وبالتالي الدي اكس اف هو تكست فايل زي الاي اف سي. الاي اف سي تكست فايل الاستراكشر بتاعه هو اكس ام ال ولكن الدي اكس اف دي لانجوج
لانجوج دي اكس اف، نقدر من خلال الدي اكس اف لانجوج نقدر نكريت اليمنتس ونشيل اليمنتس ونعدل في الاليمنتس اللي موجوده جوه الفايل ده برضو من خلال بروجرامينج. طيب ادي الفورمات بتاعتي والدروينج تمبلت دي دبليو دي، لو انا هستخدم الفايل ده عليه لايرز مثلا وتعتبر تمبلت خاصه بيا انا. اوكي طيب ده لو انا بعمل سيف للفايل. طب الفايل ده هسميه بن ريفيو سيف. طب الفايل دون انا اقدر اتفاعل واجيب من بره ايه؟ لو عملت اوبن كده، افتح اوبن دي، هتلاقي ايه؟ ستاندرد دروينج فورمات بتاعته الستاندرد الاساسي هي الدروينج فايل. طب وبعدين الدي اكس اف والدي دبليو تي وبرضه الدبليو بي ام الايمجز، يعني نوع من الويندوز ميتا فورمات ايمجز، كل هذا مايكرو ستيشن دي جي ان، الراينو لان هو كومباتبل مع الراينو، والسكتش اب، الاي اف سي، الار اف اي. هل معنى كده ان انا لما انقل من بيم ستاندرد عندي فاميليز الخاصه بيا هرميها في الارض؟ لا مش هترميها. اوكي طيب انا عايز افتح ار اف اي فاميلي بالشكل ده جوه البرنامج، نقدر نعمله نفتحه ونعمل امبورت لي، وهو قايل لك ان ده بص اوتو ديسك فورمات. دي اهميه الابلكيشنز اللي هي هعمل رايت كليك فيجوال ستايل واروح على رياليستيك. اوكي دي اهميه ايه يا شباب؟ اهميه انك انت لما تنتج سوفت وير ما ينفعش تخرج بره اطار البرامج الثانيه المختلفه، ما هو انت لازم يكون ليك ارض ومساحه بخصوصيه، وفي نفس الوقت كمان تكون قابل انك تتعامل مع الابلكيشنز المختلفه. اوكي طب هنا دي ميزه قويه في البرنامج انه يقدر يفتح وتتعامل وتنزل مين الاليمنتس بتاعتك الار اف اي فاميليز بالشكل ده. اوكي طيب بص هنا لاحظ، طبعا هو هنا فرد لك كل جزئيه بالهاندل بتاعها اهي في الديزاين، بيقول لك الاليمنتس دي اتعملت ازاي وايه هي الاليمنتس بتاعته، ده يعني هو كومبوزد من كل الايه الهاندلز دي از ا سوليد. طيب لو جيت عملت اوبن و ايكيا فروست ستور 3 دي هو ده اللي احنا فاتحينه فريت شير فيجوال ستايل رياليستيك وهكذا. دي لايبريز موجوده ولو حابين نبعتها لكم، دي بتبقى نازله من طبعا احنا الشركه مثلا دي من ايكيا ستوكهولم فلور لامب. اوكي فيجوال ستايل رياليستيك اهو. فاذا الميزه انك انت تقدر تتعامل مع الار اف اي فايلز وتقدر تستخدمها وتسيف ده از دي دبليو جي فايل، لما تيجي تعمل سيف هينقله لك از دي دبليو جي فايل، يعني بتعمل اوبن كده هنا وتختار دي دبليو جي، انت تقدر تعمل سيف للفلور لامب ده مثلا، او سوري احنا مش في الفلور لامب ده الانسي بار، لو جيت عملت سيف وعملت اوبن شيرز وللدي دبليو جي تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. اوكي
وتنتج البيم الخاص بيه وتقدر تضيف انفورميشن عليه، نوع الماتيريال، القعده اللي هنا دي نوعها ايه، المسند، الماتيريال بتاع نوعه، اذا كان حديد ولا اذا كان ستانلس ولا اذا كان ايه نوعه، تقدر تضيف الماتيريال عليه. اوكي طيب هنقفل الكلام ده. يبقى ده لا ازاي تعمل سيف وازاي تفتح ملفات وايه هي الملفات اللي بيقدر يفتحها. يبقى هو يقدر يفتح الـ RFA، يقدر يفتح الـ IFC، يقدر يفتح الـ DXF، يقدر يفتح الـ DWG files. اوكي يا جماعة؟ طيب نيجي بقى، لو انا مثلا جيت عملت كده، ده الـ A layers، الـ A الـ layer manager فتحولك هنا. طيب في عندي حاجة اسمها الـ Drawing Explorer. اهو ده الدروينج اكسبلورر. الدروينج اكسبلورر ده عباره عن ايه؟ انا فاتح فايل واحد، اوكي، والفايل ده في اللوكيشن الفلاني. طيب طبعا انا ما اقدرش، دي مش فلوتنج انترفيس، انا اقدر اتعامل معاه. طيب انا عشان اتعامل مع الفلوتنج انترفيس واشوف يقدر يعمل لي ايه، انا هفتح فايل جديد وليكن مثلا الفايل ده، هروح للدروينج وهفتح الملف ده. ده ملف وشغل كانت IBDM كومباوند، احنا عملنا الشغل ده. اوكي لو جيت بصيت عليه، بلوك اتريبيوت ديجنيتورز، البلوكس عادي جدا زيه زي اي برنامج اوتوكاد انت بتقدر تتعامل معه، وتقدر تعدل في الاتريبيوت من هنا، وتقدر تغير في الاتريبيوت بالشكل ده من هنا. طيب لو جيت رحت الاكسبلورر، لاحظ هنا ان الدروينج اللي اتفتحت قدامي ده الملف الاولاني، اوكي، وده الملف الثاني اللي هو فيه الرسومات. طب انا عايز اتنقل ما بين الداتا دي، انا عايز اخد مثلا اللايرز من هنا، مجموعه من اللايرز مثلا انت شغال عليها، هعمل كده شيفت وسيلكت، اوكي، واخد ده كوبي واروح على اللايرز هنا اللي انا شغال عليها في الفايل الفاضي ده، وتقدر تعمل اهو، عملت بيست، رايت كليك كوبي وكنترول في بيست، نقل لي اللايرز فين؟ في الفايل اللي انا شغال عليه دلوقتي اللي هو الفايل الجديد. اقفل ده كده، تعال على اللايرز، هتلاقي اللايرز دخلت معاك. ده معناه ان ممكن تكون انت فاتح ملف عايز تستفيد بالريفرنسز اللي موجوده، زي بلوكات، زي تكست ستايل، زي دايمنشن ستايل، وات ايفر انت عايز تستخدم ايه، وتنقله على الملف اللي انت شغال عليه بسهوله، يقدر ايه ينقله لك. طيب نروح الاكسبلورر تاني. طيب هنيجي مثلا انا عندي هنا تكست ستايل، اروح للتكست ستايل، اوكي، كنترول سي، وهتروح هنا تكست ستايل كنترول في، نزلت معاك
وتقدر تشتغل بيها على طول. طيب دي الدروينج اكسبلورر هي تول مهمتها انك انت تقدر تتنقل ما بين اللايبرز اللي موجوده والريفرنسز اللي موجوده جوه البرنامج. اللايرز كلنا عارفين الناس اللي اشتغلت اوتوكاد تدخل لاير كرنت وتشتغل عليها من هنا. اللاير ستيت لو انت عامل كرييت للاير ستيت. فاذا البرنامج از كات تول هو كومبليتلي كومباتبل مع برامج الكاد زي الاوتوكاد وزي الارك زي الاوتوكاد والجي ستار كاد وغيره من السوفت ويرز، وتقدر تنقل الشغل بتاعك للاوتوكاد بمنتهى السهوله. اوكي طيب هرجع لده، دي الموديل سبيس، ده الكلام ده للناس اللي شغاله اوتوكاد. طب لو رحت لللاي اوت وحبيت اطبع الملف ده الايه اليوزر انترفيس الخاص بالطباعه. هنا البلوت البريفيوس بلوت، هنا مجموعه البلوترز، وتقدر تنتج دي دبليو جي. طبعا هو عندنا هنا برنت از بي دي اف، تطلع بي دي اف، تختار مقاسات الورق. الاستراكشر الاساسي الخاص بمين؟ الخاص بالطباعه العاديه جدا. اوكي والسي تي بي، وتقدر تعدل في السي تي بي بالظبط زيه زي اي. ولذلك الناس متخيله ان كل ده بالانترفيسز بالشكل ده هو احتكار للاوتوكاد. لا، اي شركه بتشتغل على دي دبليو جي فايل تقدر تنتج وتلتزم بنفس الكيفيه. ليه؟ علشان سهوله التعامل مع السوفت وير. السوفت وير يلاقي استحسان ويكون ليه ارض يقدر يبدا ويتحرك من عليه. اوكي طيب ده بالنسبه لمين؟ لل اليوزر انترفيس الخاص بال الاوتوكاد. طب انا اتنقل ما بين اليوزر انترفيس الخاص بال 3 دي ازاي؟ قبل ما ندخل في قصه الكاستمايزيشن والمنيوز والكاستم منيوز الخاصه بيك. طيب لو جيت كده في اسئله هل الكاد بوجود البيم وانتقال الشركات ليه هل الكاد هيختفي؟ يعني بوجود البيم الكاد نفسه وليس السوفت وير كاوتوكاد، الكاد نفسه ال2 دي طبعا هيبقى شغلنا في ال2 دي هيقل، ولكن واضح طبعا، ولكن ما نقدرش نقول ان ده ممكن يحصل. بمعنى احنا كلنا بننتج الشغل بتاعنا دلوقتي از بيم موديل، بموديل ايا كان نوع السوفت وير ايه، ولكن لازم يبقى معاك شيت في ايدك، لازم يبقى معاك 2 دي جنريتد شيت. اوكي لو تقصدوا حته الكاد يعني ده هيضيف جديد ليا في البيم وانا شغال اوتو ديسك. سهوله التعامل في البيم، البيم ورك فلو سهل جدا مش معقد زي الريفيت. بمعنى ان البيم ورك فلو زي ما هنعمل سيشن ثانيه خاصه بالبيم، فيه البيم ورك فلو عباره عن اكس ريف، وتقدر تعمل اكسنج للداتا من خلال الاكس ريف من السوفت وير ده وهكذا. ايه اللي هيشدني ان اتعلمه برضو؟ انه سهوله التعامل معاه مع البرنامج، وبالتالي هو كبيم تول سهل في التعامل، خفيف. التعقيد بتاع الورك سيت والبرميشنز والكلام ده ما بقاش موجود في التعامل معاه، خاصة وانت بتقسم الموديل بتاعك لإكسرف. والناس اللي اشتغلت إكسرف فاهمة ازاي الكلام ده. هنبين أهمية الإكسرف ايه هو.
طيب الماجيك كاد فور اوتوكاد كان ورك اون دي دبليو جي الماجيك كاد طبعا ذا سيم انترفيس هو زيه في مستخدم برنامجه في اي مجالات طبعا برنامج بيستخدم في مجالات كتير جدا في سواء معماري او انشائي او الكتروميكانيكال اوكي طيب احنا ممكن اجهزه المساحه بتشتغل بالملفات الدي اكس اف هل يستخدم بديل عن الاوتوكاد والريفيت وما يميزه عن البرامج الاخرى هو بيستخدم بديل بس هو ليه الفليفر بتاعه الخاص بيه يعني عن الاوتوكاد والريفيت تقدر تتعامل مع الموديل من خلال يعني تقدر تتعامل مع از اوتوكاد وتقدر تتعامل مع البيم از بيم موديل بيم تول معتمد على الذكاء الاصطناعي اوكي وتنتج الموديل بتاعك وتضيف انفورميشن على الموديل زي الشيرد باراميتر كده وتقدر تستفيد بالموديل دي وبالانفورميشن دي والانفورميشن دي تخرج مع الاي اف سي كمان في ناس بتسال عن مدى التحكم في المعلومات المدخله ستاندرد باراميترز طبعا في الستاندرد باراميترز ونقدر ننتج نوحد الشغل عليه نوحد النيمينج كونفنشنز من خلال البيم ايزو وهكذا داز تريد ويز مايكروسوفت اكسل طبعا بيتعامل مع مايكروسوفت اكسل بس ايه تقصد بايه تريد يعني وهل يمكن الاستغناء الكامل عن جميع برامج اوتوديسك الخاصه بالبيم طبعا تقدر تستغنى تماما عن البرامج مايكروسوفت اوتوديسك الذكاء الاصطناعي اوامر معينه زي بيم فاي ودي اللي هنتكلم عنها في السيشن الجايه الخاصه بالبيم بيم فاي بتقدر تنتج تعمل كريت للموديل والموديل ده هو التولز هي اللي بتبدا تقسم وتفرق ما بين المعماري والانشائي وتدي كل اليمنت التوصيف بتاعه اوكي وبعد كده بترجع للستاندرد بتاعك تغير فيه بمنتهى السهوله يعني الكلاشات بيقدر يعمل كلاش ديتكشن في السوفت وير في البيم بتاعه الخاص بيه وطبعا تقدر تستخدمه للحصر ويز اكسل تقدر تطلع الاكسل وتقدر طبعا الجداول تقدر تطلعها الاكسل الجداول المحصوره وتقدر تطلعها في الاكسل وتقدر تستقبل من الاكسل لان هو اوتوكاد تيبل هو بصراحه سهل جدا ومش معقد السؤال لحد الان هل ينفع نخلي المنظومه كلها تعتمد عليه بدون دخول اي برامج اوتوديسك طبعا تقدر تعتمد عليه واحنا على فكره بنحاول نعتمده في الهيئه الهندسيه لقاءات مزلحه وعملنا برزنتيشن هناك ولاقى استحسان بفضل الله من الاقسام المختلفه معماري وانشائي والكتروميكانيكال يعني لسهولته وطبعا الناس اللي شغاله اوتوكاد بقالها سنين البرنامج ده يعني تقدر تقول هو النجاه بالنسبه له لانه سهل في التعامل معتمد على الفكر بتاع الاوتوكاد ومش هتخرج بره وبالتالي التركيبه بتاعته مش هتتغير ليه؟ لان انا اقدر اشتغل بالاكسرف بنظام الاكسرف اوكي؟ طيب نرجع تاني البرنامج هنا ازاي اتنقل ما بين اليوزر انترفيسز بتاعته بقى يا شباب ازاي اتنقل ما بين اليوزر انترفيسز بتاعته دلوقتي هنا ده الدرافت اللي هو اوتوكاد يعني الدرافت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اوتوكاد الهوم والانسيرت والانوتيت وبارامتريك بص كل دي ايه ادوات خاصه بالاوتوكاد طب هنا هاجي الستيتس بار او الاوامر الخاصه في الستيتس بار هنا دي كلها اوامر اقدر اعمل كنترول على الاوتوكاد منها طب الدرافت رايت كليك هنا على الدرافتنج هلاقي البيم الميكانيكال الايه الدرافتنج هنقل الدرافتنج تول بارز للناس اللي بتحب تتعامل مع المنيوز وتقدر تجمع ما بين الاثنين يعني اقدر اجمع ما بين الريبونز دي او التابس دي واقدر اجمع ما بين
المنيوز بالشكل ده. وفي ناس تقول لا انا محتاج هعمل كده اختار التول بار بس، ده وركينج سبيس، ده وركينج سبيس اقدر اتعامل او انده التول بار اللي هي قدامي دي واتعامل مع المنيوز فقط. ولو لاحظتوا هنا في الدروينج شايفين الناس اللي شغاله اوتوكاد ايه الفرق بينه وبين اوتوكاد؟ مفيش دايمنشنز. اوكي موديفاي وهكذا. طب دي بالنسبه لمين؟ للدرافتنج تول بار. الموديلنج ال 3 دي هغير اليوزر انترفيس واتنقل لمين؟ للموديل او الموديلنج تولز اللي هي التولز الخاصه بالموديلنج. دي بيرميتيف اوبجكتس، زي ما في بيرميتيف اوبجكتس في الـ في الـ في الـ في الاوتوكاد اللي هي الاوامر الاساسيه. يعني ايه بيرميتيف اوبجكتس؟ يعني زي اللاين والسيركل وريكتانجل ارك. اوكي ولكن في ال 3 دي عندي بيرميتيف سوليد زي ال ايه ال الاشكال الاساسيه للسوليد فيجوال ستايل رياليستيك. دي الاشكال الاساسيه للسوليد سلندر دي عباره عن اشكال اساسيه ل هو لذلك بيسموها بيرميتيف ايه اوبجكتس هنا. طيب ده دي عبارة عن ايه؟ زي البولي سوليد. ونيجي هنا للبولي سوليد، دي مهمة جدا معانا بقى في رسم الحوائط، لان في تول اوتوماتيك بترسم ال 3 دي وتحوله لوولز اوتوماتيك. اوكي وتحوله لوول زي ما هندخل في البيم المره اللي جايه ان شاء الله ونبدا نشرح البيم اللي فيه. طيب دي ال 3 دي الخاصه بيه. الناس اللي شغاله اوتوكاد 3 دي هتشوف ان التولز اللي موجوده فيه كلها زيها زي التولز اللي موجوده في الاوتوكاد، زيها زي التولز في الجي ستار كاد، زي البرامج اللي بتتعامل مع السوليد 3 دي. اوكي طيب طيب سؤال مهم في واحد باشمهندس هيثم بيقول اين البيم في رسم اسطوانه او سلندر او خط بدون معلومات؟ طبعا ده مش بيم، ده سوليد 3 دي وليس بيم. ده سوليد 3 دي وليس بيم. احنا ده اليوزر انترفيس الخاص بال 3 دي سوليد والبيرميتيف اوبجكت بتاعت السوليد وليست بيم. اوكي هنقل للبيم تولز ادي البيم تول كويك درو لو جيت على البروبرتي انا دلوقتي في الانترفيس الخاص بالبيم دلوقتي او بالموديلنج البيم تول. لو جيت وقفت على البروبرتيز بتاعت السوليد دي اللي هي الجينيريك هتلاحظ ان البيم بتاعها التايب ايه؟ هي عباره عن مول. وتقدر الفلور انا ما عنديش فلورز دلوقتي، ما عملتش كريت لفلورز لسه. اوكي دي الحيطه البروبرتيز بتاعت الحيطه والانفورميشن الخاصه بالوول. اوكي وهكذا. طيب
احنا ما بدأناش لسه في البيم وما اشتغلناش في البيم. لا دي لسه بقى، يعني احنا كده هندخل في البيم. انا بس المرة دي هي تعريف بالسوفت وير از كات تول وازاي نموف من الاوتوكاد للبريكس، لكن المرة الجاية هنتكلم عن البيم بالتفصيل. هنتكلم عن البيم بالتفصيل والارتفيشال انتليجنس اللي فيه، وازاي تاكسبورت الاي اف سي، والداتا اللي موجوده بتخرج من الاي اف سي، وازاي الداتا دي تقراها من بره وتبقى موجوده في الاي اف سي. اوكي خلاص يا جماعه، دي الباشمهندس الوليد ادم، وان شاء الله هننظم وهنبعت لكم السيشن الخاصه بالبيم والورك فلو اللي فيه، وازاي نقسم الموديل لاكثر من جزء ونسحبه اكس ريف زي ما انا هعمل دلوقتي في ال2 دي. انا بس النهارده تعريف بالبرنامج، تعريف يعني ايه بريكس كاد وبريكس بيم، ايه اليوزر انترفيس بتاعه، ازاي نغير في اليوزر انترفيس، ازاي نكستمايز اليوزر انترفيس، ازاي تكريت منيو. اوكي ده اللي احنا الغرض من المره دي، وبعد كده نركز على ان شاء الله على البيم اللي فيه. فدي الباشمهندس وليد ان شاء الله في اسئله تانية. الشات ليه مش عايز يظهر؟ طيب في سؤال الباشمهندس حسام الزهري، هو بيقول تقليد للاوتوكاد حتى الانترفيس حرفي اوتوكاد، يعني يكون يعني كاد يكون لو اخفيت اسم البرنامج لظنيت انه اوتوكاد. اوتوكاد موفر للطلبه نسخه تعليميه في فتره زمنيه كبيره ومتوفر تعليم له اكتر. كويس قوي، سؤال مهم جدا. هقول لك ليه. لو انت فتحت، هو مش تقليد للاوتوكاد، ما هي المشكله في حاجه، ان احنا لما بنتعامل مع سوفت وير، انا في المجال ده من 20 سنه، الاوتوكاد هو عشان انتشر في مصر ومفيش برامج غيره، فاحنا قلنا ان ده الترند والستاندرد اللي البرامج التانيه كلها بتقلده. لكن انا وضحت حاجه في الاول، ان انا لو بنتج سوفت وير لازم التزم بمين، بدول. ولذلك كل البرامج او الشركات اللي بتنتج البرامج دي في مجال الدرافتنج لازم تلتزم بنفس كيفيه الاوامر والاستراكشر بتاع الاوامر. فاذا هو مش تقليد للاوتوكاد، لان وده مش تحيز للبريكس ولا عشان انا وكيل ولا الكلام ده، لا طبعا احنا في الاوتوكاد بندرسه من سنين، ولذلك احنا مش عايزين نقول ده احنا بنتحيز لده، ولكن لو نزلت الزي دبليو كاد، وده انا اتعرض علينا وانا في الشركه اللي كنت فيها، كنت برضو مسؤول عن الابجريد والشراء، وكنا عملنا ديل بمبلغ اماونت مع كيمت، الكلام ده كان سنه 2008 و2009، وبالتالي تم عرض الجي دبليو كاد، انا قلت نفس الكلمه دي، ايه ده هو تقليل للاوتوكاد. ولكن مع الوقت عرفت ان القصه مش انت بتنتج الاوتوكاد او بتقلد الاوتوكاد، هي القصة ان انت بتنتج سوفت وير لازم يبقى ليه سوق، فالبرامج كلها بتتفق از كوميونتي انها تنتج السوفت وير بنفس كيفية انتاج الاوامر بتاعته، التركيبة بتاعته بتاعت اللايرز بتاعت انتاج الاوامر البرميتيف زي لاين وغيره، الموديفاي بالستراكشر بتاعها، عشان يبقى فيه انتروبابيلتي او يبقى فيه انتجريشن بينك وبين السوفت ويرز. بمعنى ان انا ممكن اكون عشان حته الاحتكار، انا ممكن اكون شغال ببرنامج وظهر لي برنامج تاني ارخص، طب انا خبرات الناس اللي عندي دي هنقلها على بلاتفورم تانية؟ لا طبعا. يبقى الشركه من نجاحها انها تنتج السوفت وير بنفس الكيفيه اللي بقيه البرامج بتنتج السوفت وير بيها، تنتج الرسومات بيها، عشان دي خبرات متراكمه، وبالتالي الخبرات المتراكمه دي لا تهمل. الخبرات المتراكمه لا تهمل. تعال هديك مثال، الناس اللي شغاله ريفيت، هل تقدر تنقل الاركيكاد بسهوله؟ نفس الفكر ونفس التركيبه مع بعض التغييرات الخاصه بمين؟ بالاركيكاد.
طب الناس اللي بتشغل اركيكاد هل تقدر تنقل على الريفت؟ طبعا. الناس اللي شغاله تكلا تقدر تنقل على الريفت؟ طبعا. ولكن الريفت ليه اتس اون فليفر. الاركيكاد برضو نفس القصه، لكن الاستراكشر واحد، الفكر واحد، اللي هو ايه؟ انت بتنتج وول لازم ترسم وول، بتعمل فلور يبقى لازم تعمل فلور. ايه هي محددات الفلور؟ بنفس الكيفيه محددتها في الرسم، رسم الفلور في ال 3 دي زيه زي الاركيكاد وزي الريفت وزي غيره من الاوامر اللي بتنتج رسومات. وبالتالي علشان اكون متكامل مع سوق السوفت وير نفسه، اللي هي الشركات اللي بتنتج سوفت وير ويبقى ليها سوق، لازم يبقى كلهم قريبين بعض. لما انا استحوذ على سيجمنت من اليوزرز على مستوى العالم، هل انا هقول لليوزر ده تعالى ارمي كل خبراتك دي وتعالى على البرنامج بتاعي اعلمك عليه من اول وجديد بس انسى كل اللي انت عملته؟ الكلام ده مش مظبوط، وبالعكس ده دي تعتبر حجر عصرة في ان السوفت وير ينتشر. لكن لو بصيت فتحت، لو عملت سيت اب للجي دبليو كاد، عملت سيت اب للجي ستار كاد، عملت سيت اب للانتلي كاد، عملت سيت اب للبريكس، هتلاقي نفس الكيفيه ونفس التركيبه اللي موجوده فين؟ زي ما احنا شفنا في الدرافتنج كده، فكره التاب، فكره الاوامر، انك تجيب البي جي بي بتاعك، اختصارات الاوتوكاد معاك هتيجي، اختصاراتك لو في الجي دبليو كاد وانت بدات تشتغل بالبريكس كاد هتجيبها وتشتغل هنا. يبقى كل برنامج يبقى عشان ينتشر لازم يلتزم باللي قلنا عليه ده. اوكي، الاي اف سي كمثال، الاي اف سي كل الشركات ملتزمه بانها تنتج الموديل بتاعها وتصدره اي اف سي، والا لو ما بتعملش كده يبقى البرنامج ده خلاص قفل على نفسه، حط نفسه في بابل كده، وهو ليه الاكستنشن بتاعه او الفورمات بتاعت الفايل، ما فيش حد هيبدا يقرب للسوفت وير ده. ولذلك هو مش تقليد قد ما انا لازم التزم بمين؟ بالتركيبه الاساسيه لانتاج الدروينج على الابلكيشن ده. والناس اللي برضو يا جماعه، لو بصيت على الاستراكشر بتاع الدي دبليو جي فايل والديكشنريز بتاعته، هتلاقي ان الاستراكشر بتاع الدي دبليو جي فايل كلها واحده از ا بروجرامينج. لذلك الاسبات تشتغل على الزي دبليو كاد، اللي هي البرامج الليسب تشتغل على الزي دبليو كاد، تشتغل على البريكس، تشتغل على الاوتوكاد وعلى غيره. يعني على سبيل المثال، في لسب احنا استخدمناه، انا هوريه لحضراتكم، وده بيعمل حاجه جميله خالص. ادي البريكس كاد، هيبقى فيه على فكره الفيديوهات هنعرضها لحضراتكم. يعني مثلا عندي الليسب ده، لو جيت فتحت الليسب ده ببليد، هو ليسب اديتور زيه زي الايه، لو رحت كده اهو، ده لسب ونازل من على كات فورم، لسب عادي جدا. ولو جيت فتحت ال هنا، شايفين دي؟ ده لسب، لسب معمول تقدر تشغله على الاوتوكاد اهو، نفس الكيفيه ونفس الاستراكشر، لان هو ازاي تاكسس الدي دبليو جي فايل بنفس الكيفيه ونفس الاستراكشر من خلال البروجرامينج لانجويج اللي اسمها الاسم.
اوكي ده تقدر تعمل لود الليسب جوه البرنامج. بس نروح على الاختصار بتاعه اللي هو 2D برو. اوكي هقول 2D برو اوكي اللي هو ده بيقول لي سيلكت الاوبجكت. هختار الاوبجكت اللي انا عايز لزب كده فور فان يعني. طيب بيقول لي الفريم، اختار الفريم وبعدين اختار الفريم الديستنيشن نقل الايه ده. معناه ان الشركه المنتجه للابلكيشن لازم تتكامل مع بقيه السوفت وير، والا هتحط نفسها في بابل وتتشرنق ومش هيكون ليها سوق خالص. فلازم تلتزم بنفس الاوامر ونفس التركيبه الخاصه بالسوفت وير سواء في البيم او في الاوتوكاد. اوكي طيب احنا عرفنا ازاي نتحرك جوه اليوزر انترفيس وتقدر تنقل لليوزر انترفيسز مختلفه من عليه.